ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. مرحبا بكم الناس كل انتم في الاستماع لإذاعة الحياة فام، موعد جديد من ريكاب ميدي، نص نهار وتسعة دقائق على إذاعة الحياة فام من توا حتى لساعتين مواصلين معكم، نحكيو على أبرز المستجدات على الساحة الجهوية وكذلك الوطنية والجدل القائم في البلاد بصفة عامة على المواقف السياسية ومواقف عدد من المنظمات من الحوار الوطني من الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عن جملة من القراءات. تنجموا تسمعونا على 93 على الموندا فام وإلا على الباج فيسبوك متاعنا إذاعة الحياة مقابلها بالفرنسي الحياة فهم، وبيان تنجموا تسمعونا زيدا على اللايف ستريمينج على سيت ويب متاعنا الحياة فهم. بوانت. نرحب بالفريق العامل معي لليوم، أحمد المخلوفي في الأخراج التقني للحصة، سيف بول عريس في الديجيتال، معكم سيام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. متابعات، تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. يجيكم من الاثنين للجمعة من نص النهار لساعتين على الحياة فام. شنو يسنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي؟ وثيقة راجت البارح على مواقع التواصل الاجتماعي اتفهمت على انها يطلبوا من التلامذة في احد المعاهد في سوسة المعهد الثانوي سهلول 4 يطلبوا منهم باش يعملوا كوليكت من اجل انهم يوفروا الاعاشة للأساتذة والاطار التربوي اثناء الامتحانات. باش نرجع عليها ونعرفوا اكثر توضيحات بخصوص هذا الموضوع. سينو زيدا، بعد قرار عمداء كلية الحقوق قرروا أنهم يعتذروا ووجهوا بلاغ للرأي العام، يعتذروا فيه على المشاركة في لجنة الحوار الوطني، باش نشوفوا قراءة في هذا الموضوع. كذلك المحامين أو عدد من المحامين دعاوى الأستاذ إبراهيم بودربيلة عميد المحامين التونسيين إلى الكف على توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية. نحاولوا ناخذوا رأي ورد العميد الأستاذ بودربيلة في هذا الخصوص، ونرجع بطبيعة الحال بأكثر تحليل وقراءة سياسية معمقة على الحوار الوطني والهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة تنجم ترى النور ونتائجها ترى النور في ظل توسع عدد الرافضين للمشاركة في الحوار. سينو زيدا، نحكي على عدد من القيادات السابقة في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مستائين من موقف الرابطة والقيادة الحالية بقيادة السيد جمال مسلم اللي كان معنا البارح ديك خرج من قصر قرطاج بعد لقاء مباشرة من رئيس الجمهورية وعطانا تفاصيل هذا اللقاء، ولكن قرار الرابطة المشاركة في الحوار الوطني أثار جدل كبير خاصة في يعني لدى عدد من الحقوقيين بخصوص هذا الموقف. هذا وأكثر يستنى فيكم لليوم في ريكاب ميدي من توا حتى لساعتين، مرحبا بكم الناس الكل. ريكاب ميدي. ريكاب ميدي. وعلى الوثيقة إدارية تم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول فيها في محتواها حرصا على توفير الظروف الملائمة لامتحانات البكالوريا 2022 نطلب منكم بكل لطف المساهمة في توفير الإعاشة ماء قهوة فطور للأساتذة وإطار الإشراف علما بأن كلفة اليوم الواحد 450 دينار. الوثيقة هذه راجت أحدثت جدل كبير برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وتفهمت على أنه إدارة معهد تطلب من التلامذة اللي يقرأوا فيه أنهم هم المعنيين بالوثيقة هذه. باش نعرفوا أكثر تفاصيل وتوضيحات معنا بالتليفون السيدة ليلى بن ساسي المندوبة الجهوي للتربية بسوسة. مدام ليلى بن ساسي عسلمة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك وجميع المستمعات والمستمعين، مرحبا. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. مدام ليلى، لو كنت تعطينا توضيحات بخصوص هذه الوثيقة. الوثيقة كما ذكرت دلت على تواصل الاجتماعي الفيسبوك. شفناها كيف البارح تنقلنا اليوم على الصباح للمؤسسة التربوية باش نثبتوا من صحتها.
ماهيش معلقة في المؤسسة. هي في الحقيقة ما حسب التحريات الأولية ما تعطاتش ما تفرقتش السلام ده، وحسب إفادة مدير المؤسسة هي وثيقة داخلية بين وبين زوز مؤسسات تربوية خاصة في نطاق التعاون والشراكة ما بيناتهم. لكن هو في الحقيقة الأمر الطريقة الناس كل مستقيم إطار التربوي والتلامذة والأولياء والرأي العام بصفة عامة الناس كل واقفة على قدم وساق في إعداد الامتحانات الوطنية والاستعداد. تحضيرات قاعدين نقوم بها منذ مدة، مستعدين نتعاونوا مجتمع مدني وصولات جهوية، لكن الطريقة هذيك مستقين منها الناس كل. مدام ليلى خلينا نفهموا ساعة الوثيقة والطلب هذايا المعني به هما التلامذة نتاع المعهد هذا في سوسة والزوز مؤسسات الخاصة الأخرين، هو حسب إفادة المدير الزوز مؤسسات التربوية. احنا قمنا معناها بحث بدينا فيه شرعنا فيه منذ اليوم الصباح باش نقوموا معناها بالتدقيق مع المؤسسة التربوية اللي ذكرتوها والإطار المشرف والمؤسسات التربوية الخاصة، ونقوموا بالبحث نتاعنا مازال مش معروف التوا اي مدام ليلى مازال مش معروف شكون المساهمات باش تجي من شكون، اسكو من التلامذة ولا من الإطارات العاملة في المؤسسة؟ لا هو يأكد انه ماهوش التلامذة المعنيين والمراسلة ما مشاتش للتلامذة، هو اللي قلق خاصة المحتوى المراسلة والطريقة اللي ما مستقين منها الناس الكل، مش وماهيش من عاداتنا انه نخرج مراسلات كيما هكا. هو في العادة مش معمول به هذا الإجراء على خاطر في تصريحات صحفية مدام ليلى اليوم مدير المؤسسة التربوية هذه يقول انه هذا إجراء عادي معناها سنويا قاعدين يقوموا به هكا. ما هو يعني قلت لك هي في رأينا احنا انه إساءة للمؤسسة التربوية للوزارة الإطار الإشراف للخيين الأساتذة، ماناش مستانسين بالطريقة هذيك، الناس كل متعاونين صحيح، المجتمع المدني الجمعيات اللي عندها شراكات مع وزارة التربية، السلطات المحلية المعتمديات البلديات، الناس كل متعاونين والناس كل متجندين لإنجاح الامتحانات الوطنية، الأولياء الأخرين الناس كل لك ما تعملوش بالطريقة هذه. به مدام ليلى نعرفوا اللي هو في الأيامات نتاع البكالوريا يبدأ فما هكا كل بوفيه صغير، فما ماء، فما معناها عصائر، هذايا مندوبية التربية توفروا ولا المعاهد توفرهم معناها بطريقتها الخاصة، ولا كيفاش تتم العملية بالضبط؟ هو في العادة راهو التحذيرات تبدأ بكري برشا ونستعدوا، وتعرف أنت دنيا سخونة دونك نوفروا الماء، وفما كما قلت لك فما المعتمديات توفر، البلديات توفر، المجتمع المدني، الجمعيات اللي عندهم شراكات مع وزارة التربية، لكن هاني عاودت لك مش بالطريقة اللي هي ما نمشيوش نطلبوا من سواء من الإطار التربوي ولا من التلامذة ولا من أي طرف آخر، معناها ما الطريقة متاع أنه المساهمة في توفير إعاشة ما معناه مش معتمدة ومش محبذة أصلاً أنه مؤسسة تربوية. أنا قلت لك الإطار التربوي مجند ليل النهار في إنجاح الامتحانات الوطنية ومشكورين. في تصريحات مدير المؤسسة التربوية هذه مدام ليلى يقول وأنه فما صعوبات وإلا نقص فادح في الموارد المالية للمؤسسة، بالتالي هذا حبي يبرر به يعني الوثيقة هذه. ردكم كمندوبية جهوية للتربية في ولاية سوسة يعني تحت نظركم وتحت إشرافكم هذا المعهد، شنو تقول لنا في هذا الخصوص؟
قلت لك احنا منذ مده واحنا نحضروا استعدادا لتوفير الامكانيات اللازمه للكل ولانجاح الدوره كما الدورات السابقه وما نخليه حتى شيء ناقص خاصه من الامتحانات الوطنيه معناها خط احمر. به شنو ما الاجراءات اللي باش يتم اتخاذهم بعد الحادثه هذه مدام ليلى؟ والله احنا باش نكملوا ندقوا ونواصلوا البحث نتاعنا باش ما نظلموا حتى حد وفما قانون وفما اداره عامه للشؤون القانونيه هي اللي طبق القانون. واضح. نشكرك برشا مدام ليلى بن سيسي المندوبة الجهوية للتربية بسوسة على مدنا بكل هذه التوضيحات. مدام ليلى تأكد أن الأبحاث الإدارية ما زالت جارية تستنكر زادة الطريقة هذه في جمع مساهمات من أجل الإطار التربوي لتوفير الإعاشة للأساتذة وإطارة الإشراف على امتحانات البكالوريا في المعهد هذا يسهل الأربعة وزوز معاهد أخرى خاصة زوز مؤسسات تربوية أخرى خاصة. على كل في انتظار أكثر توضيحات والتحقيقات ومآلاتها بأكيد باش يتم فيها تحديد المسؤوليات. ريكاب ميدي على إذاعة الحياة فهم. مازلنا مواصلين معكم في ريكاب ميدي حتى لساعتين. تود سويت لانترفيو دي جور. انترفيو دي جور معايا في البلاتو سي حمد البقلوتي ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. مرحبا سي حمد، اهلا وسهلا. مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين وكافه المستمعات في اذاعه الحياة فهم. شكرا جزيلا ليك. في الانترفيو دي جوغ نتاعنا لليوم ضيفنا هو الاستاذ ابراهيم بودربيلا عميد المحامين التونسيين. استاذ بودربيلا عاصمه، مرحبا بك على اذاعه الحياة فهم. اهلا وسهلا، مرحبا وشكرا للاستضافه ونحيي ضيفك. مرحبا سيد العميد. نعتذر منك استاذ بودربيلا على الخلل التقني اللي صار البارح، على كل ما نعوضوها اليوم. لا ما ثماش مشكل، مرحبا. يعيشك بارك الله فيك. استاذ بودربيلا خليني نبدا معك باخر المستجدات اللي تخص المحامين. البارح مجموعه من المحامين وجهوا دعوه الى حضرتك، دعاوك حسب تعبيرهم هما الى الكف على توريط المحاماه التونسيه في مشروع الرئيس قيس سعيد. في البدايه شنو ردك على هذه الدعوه؟ والله كما تعرف احنا محامين 9000 محامي وعدنا التنوع وعدنا لمنضوين تحت رايات احزاب معينه وتم اللي يطبق يعني اتجاهه الحزبي على مبادئ المهنه وقيمها وعلى اجماع المحامين. بطبيعه الحال هذا شيء طبيعي انه في 9000 محامي مش ممكن باش يكون ثم اجماع 9000، كل انسان يعني يشيع افكاره، لكن في العموم يعني بالنسبه لهياكل المهنه مجلس الهيئه الوطنيه للمحامين منذ بيان 27 جويلية 2021 اللي كان فيه يعني مبادره الرئيس يعني في خذا 25 جويلية وكذلك كل البيانات اللاحقه، ثم انه اغلبيه المحامين يعني هم مع التواجه اللي خذا عميد المحامين وخذا مجلس الهيئه، وبالتالي يعني هذوما يعني مجموعه ربما يعني غلبت انتمائهم الحزبي وانتمائهم السياسي على انتمائهم المهني، ونحن عندنا صدر رحب يعني نرحب بكل الافكار وبكل الاراء بدون استثناء. واضح. استاذ توا نحكيو على الهيئه الوطنيه الاستشاريه من اجل جمهوريه جديده واللجنه اللي تتراسها سيادتك اللي هي لجنه الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه. في البدايه هل سترى النور نتائج هل والا الاعمال نتاعها اللي مازالت ما انطلقتش الى حد الان، خاصه في ظل توسع عدد الرافضين للمشاركه خاصه في الحوار الوطني؟ لا اكيد انه المبادره نتاع رئيس الدوله والمبادره اللي جاء بها المرسوم اكيد انها ستواصل عملها الى حين تقديم المشروع النهائي، هذا مما لا شك فيه. وبطبيعه الحال من سيشارك في هذه المبادره عنده يعني قواعد وعنده مجالسه، لابد باش ياخذ رايهم، لابد باش يستشيرهم، خاصة الاتحاد العام التونسي الشغل بالمرة الأولى قال أنا ما نحبش يكون تم مشاركة شكلية، يلزم مشاركة تكون تمس المضمون، وهذا شيء طبيعي، وأعتقد كل الأطراف بدون استثناء
سواء يعني الاتحاد العام لتنمية الشغل او الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقليديه او الاتحاد التونسي للسلاح والصيد البحري او الاتحاد التونسي للمراه او الاتحاد او الرابطه التونسيه للدفاع عن الانسان بما لهم من رصيد نظامي لا يقبلون ان تكون هناك مشاركه شكليه بل لا يجب ان تكون المشاركه تم المضمون. والمضمون اعتقد اننا يعني سنعمل جاهدين لايجاد تصور مشترك من شانه اخراج البلاد من هذه الوضعيه التي وصلت اليها لا اكثر ولا اقل. ولكن عامل الوقت استاذ بودربيله مهم جدا اليوم، يعني ما زلنا قاعدين نحاولوا في تذليل الصعوبات هذه وتقريب وجهات النظر لاقناع المنظمات بانه معناه المشاركه ماهيش باش تكون صوريه وماهيش باش تكون شكليه، ولكن فما عامل للوقت اللي هو 20 جوان وهذا قصير برشا، فما إمكانية أن يتم التمديد أو ربما تغيير موعد الاستفتاء؟ لا لا أنا لا أعتقد أنه يعني من الخطأ تغيير موعد الاستفتاء، الاستفتاء يجب أن يتم في موعده بدون تردد، المؤسسات عندما تعمل بدون تردد، يعني اللجان سواء الهيئة القانونية أو الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أو لجنة الحوار قادرة بشأن تتم أعمالها في الوقت المحدد، لأنه المسألة في ماذا تتعلق؟ تتعلق بإعداد رؤية جديدة للدستور هذه لا أكثر ولا أقل، ثم ربما اللجنة القانونية ستعطي رأيها في خصوص القانون الانتخابي أو هذه المسألة الأساسية. بالنسبة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية هي ستتواصل مع الفاعلين الاقتصاديين في البلاد وكذلك ما يهم يعني الحياة الاجتماعية مثل الرابطة التونسية للدفاع عن الإنسان اللي تم الحقوق والحريات وكذلك يعني الاتحاد الوطني للمرأة اللي يهمه يعني وضعية المرأة التونسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وخاصة يعني في مسألة يعني العمل وفي مسألة الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية. لذلك اعتقد هذه الرؤيه قادرين توا احنا بحكم ما اصبحنا يعني عليه من تجربه نتيجه التراكمات الماضيه التراكمات التي يعني ادت بنا الى هذا الوضع، اعتقد ان الرؤيه عندما يقع الاجتماعات ستكون الرؤيه يعني تقريبا متقاربه، خاصه وان ما هو مطلوب هو تقريب وجهة النظر لإعداد يعني رؤية مشتركة من شأنها أن تنقذ البلاد من هذا الوضع. السيد العميد أحيي فيك روحك النضالية أولا وثم رحابة صدرك أنك قبلتنا مرتين متتاليتين، وهو مؤشر يجعل لهذه اللجنة على رأسها شخص يقبل الاختلاف ربما يقبل حتى شوية اختلافات عميقة. ثماش توا على مستوى اللجنة اللي وقع تشكيلها أشخاص بديت موجودة في العمل أو مازال فقط النص البدائي اللي هو تعيين السيد العميد على رأس اللجنة فقط؟ والله توا قاعدين في الترتيبات وإن شاء الله في القريب العاجل سيقع دار الأمر اللي باش يبين الأسماء تاع أعضاء اللجنة بصورة نهائية، وما أؤكده هو أن هذه اللجنة سوف تكون منفتحة على الكفاءات الوطنية يعني سواء في الناحية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على منظمات المجتمع المدني التي يعني سيرت يعني توجه 25 جديدية وكذلك حتى الأحزاب السياسية التي كانت لها نظرة إيجابية مع 25 جديدية. هذا الكل سيقع يعني التواصل معهم وبدأت يعني حتى الاقتراحات والمذكرات الكتابية ترد علينا وسنأخذها بعين الاعتبار وسوف نقوم بإعلام كافة المواطنين يعني بالأعمال التي سوف نقوم بها وكذلك بنتيجة يعني المشاورات والمشروع الذي سيقع تقديمه في النهاية. هذا مما لا شك فيه، اللجنة سوف لن تكون أعمالها يعني مغلقة ما عدا أننا ربما سنتفادى في المرة الأولى يعني البعض العالمية يعني قبل، ولكن كل النتائج سوف تكون يعني يعني قادرة باش نعلم بها لكافة المواطنين وتكون لأعلن الرأي العام يعني
يعني نشرها للاعلام والصحافه وما الى ذلك. سيد العميد، بخصوص اقناع المنظمات الرافضه للمشاركه في الحوار الوطني على شكلته الحاليه، هل هناك مشاورات يعني قاعده جاريه في الوقت الحاضر مثلا مع اتحاد الشغل والا بعض المنظمات الاخرى اللي متردة او حتى بعض الشروط لاقناعها في المشاركه؟ هذا من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هل يمكن انه المرسوم عدد 30 هذايا تصير عليه التغييرات او التنقيحات لارضاء كل الاطراف بالمشاركه في الحوار؟ اولا وبالذات بالنسبه للاتحاد والموقف نتاعهم تاع الهيئه الاداريه، ترك الباب مفتوح لمواصله الحوار، والاتحاد حشو بتطمينات، هذا مما لا شك فيه حسب ما فهمت انا شخصيا من موقف الهيئه الاداريه، هو يعني التفسير السياسي لبقالة الإدارية في حالة انعقاد، هو أنها وهو أمر مشروع بالنسبة في قل الاتحاد، وبالنسبة للمسؤولية المنحطة في المكتب التنفيذي للاتحاد وبالهيئة الإدارية، شيء طبيعي باش أنهم يعني تكون لهم تطمينات يعني قبل أن يشرف الحوار، هذا شيء مفهوم. لكن في النهاية أعتقد وأن الروح الوطنية سوف تغلب، يعني في النهاية ستكون لها الغلبة، وبالتالي يعني بعد أن يأخذوا التطمينات اللازمة أعتقد أنهم سيلتحقون بالمبادرة. طيب، بخصوص أعمال لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شنو هو أبرز النقاط اللي بتكون موجودة ولا بتكون محور النقاشات مع بقية الأطراف؟ احنا توا اللي يهمنا هو توا الرؤيه الاقتصاديه والمنوال الاقتصادي غير واضح بالنسبه للبلاد، سواء يعني تم ليبراليه وحشه يعني ربما تهدد بانهيار كامل المجتمع الاكل والاخر. نحن نريد ان يكون الاقتصاد نتاعنا اقتصاد تقوي، ان يكون يعني يرمي الى تحقيق العداله الاجتماعيه بين مختلف الفئات في المجتمع التونسي، وبالتالي يعني نتمنى أن ينتج الحوار يعني في أن يقدم رأي في هذه المجلة، بالنسبة أن يقع ذلك إقرار ذلك دستوريا. ثم من ناحية ثانية أن الخلافات التي ربما تنشا بين الفاعلين الاقتصاديين، الاتحاد العام للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين، هذه الخلافات كيفية فضلها، كيفية حل هذه الخلافات. نحن كي نعملوا عقد حتى العقد العادي في الاخر يقول له في صورة الخلاف حول تاويل وتنفيذ بنود العقد، اما يقع الاتجاه للقضاء او ان يقع الاتجاه الى التحكيم، وربما يقع الاتفاق انه ينعينه محكم فردي ويتجاوز يعني حتى النصوص القانونيه ويحكم بالعدل والانصاف. يعني لهنا احنا عندنا تجربه وقت السبعينات وهي مساله العقد الاجتماعي، مساله اتفاقيات المشاركه، مساله الاتفاق الاطاريه، هذه يعني تونس وضعت لها خبره في الميدان، ونريد دائما ان الخلافات التي تقع بين الفاعلين الاقتصاديين ان تكون هناك اليات لحل هذه الخلافات قبل ان تستفحل لا اكثر ولا اقل. والاستئناس باراء الخبراء والمختصين في هذا المجال طبيعي، طبعا طبيعي. احنا بالنسبه لنا كل انسان وطني لهنا ولا هو يعني رأي في الموضوع، لا هو أن يدلي برأيه بكل حرية، لأن مسؤولية الوطن هي مسؤولية جماعية لا مسؤولية فردية. وضح سيد العميد عميد المحامين التونسيين الأستاذ إبراهيم بودربيلة، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة ومدنا بكل هذه التفاصيل. ما زلنا مواصلين معكم في غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. غيكاب ميدي حتى في موعد جديد من غيكاب ميدي مواصلين فيه حتى لساعتين، وقيت مواصلين في الانترفيو دي جور بتاعنا، نحكيه على قرار العمداء كلية الحقوق في تونس بخصوص المشاركة في الحوار الوطني. انترفيو دي جور.
سي حمادي، باش نحكيو على قرار العمداء كلية الحقوق اللي اعتذروا عن المشاركة في لجنة الحوار الوطني. باش نرجعوا على هذا الموضوع بأكثر تفاصيل مع الأستاذ حافظ البريقي، رئيس هيئة المحامين بسوسة سابقا. أستاذ البريقي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا، تحياتي بك وكافة المستمعين والعاملين بالإذاعة. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. مرحبا سي حافظ. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا. فقط أريد الإشارة وأنه عمداء وعمدات كلية الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس يعني اتفقوا على أنهم ما يعطيوش تصريحات لوسائل الأعلام، وهذا اختيار منهم هما باش ما يدخلوش في التجاذبات السياسية، فقط وجهوا بلاغ للرأي العام الكل، اعتذروا فيه من رئيس الجمهورية عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهم في المرسوم عدد 30 هذية. حبينا نحكي معك أستاذ حافظ البريقي، رئيس هيئة المحامين بسوسة سابقا، على القرار. كيفاش تقيم هذا القرار؟ هل هو قرار صائب أم أنه كان أمامهم أنهم يشاركوا في هذا يعني في هذا في الحوار؟ هل أنه القرار كان صائب؟ يظهر هذا سؤالك الأول هكا ولا لا؟ فاعتقادي أنه قبل أن أجيب عن هذا السؤال، هل أنه القرار كان صائب؟ هل أن الاختيار كان صائب؟ أي اختيار أن يكون أعضاء اللجنة التي ستقوم بصياغة الدستور، هذه اللجنة القانونية، هم عمداء الكليات كليات الحقوق ببلادنا. علاش نقول هل أنه الاختيار صائب أم لا؟ لأنه وقت إصدار المرسوم أعتبر أن هذه اللجنة تتكون من عمداء كلية الحقوق. أعتقد أن عمداء كلية الحقوق تم يعني إقرار مساهمتهم في هذه اللجنة بصفتهم، أي أنهم عمداء بقطع النظر عن أشخاصهم. وهنا السؤال، هل أنه كان بالفعل اتجاه صائب أن يقع تعيين العمداء بصفتهم؟ أعتقد أن المسألة غلطة وما كانش ممكن أنها تكون، وما كانش ممكن أنها تعطي نتيجة. والدليل هو البيان الذي أصدره عبيدات وعمداء كلية الحقوق. لأنه كيف نحبه شخص يساهم في أي لجنة أو في أي مجال، فإنه لا يمكن أن نسميه بصفته، سيما إذا كانت هذه صفة في الأصل ما هيش صفته التي انتخب من أجلها. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك، وقت اللي اصدر المرسوم مثلا المتعلق بهيئة الانتخابات قال ثلاثة قضاة، أما قالش رئيس محكمة كذا أو رئيس محكمة كذا بصفتي، قال ثلاثة قضاة يقع تعيينهم ثلاثة أعضاء من الهيئات السابقة. فهنا وقت تقول أنت ثلاثة أعضاء من الهيئات السابقة يقع تسميتهم بأمر، كان ممكن أنك تقول في المرسوم بالنسبة لهذه المسألة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، مهما كان العدد من الأعضاء من ذوي اختصاص في المادة القانونية أو في المجال القانوني. وقتها تخلي روحك إمكانية أنك تتجم تتفاعل مع الأساتذة اللي هم عندهم استعداد باش يكونوا في هذه اللجنة ويقبلوا باش يكونوا في هذه اللجنة، وما تلقاش روحك في الأنفاس هذه، يعني في المأزق هذا اللي هو يعني أنت عينتهم بصفاتهم وهما بالفتحة رفضوا هذا التعيين واعتذروا عنه. يعني في البلاغ اللي توجه به إلى الرأي العام يقول لك وأنه هما يعني اختصاصهم في الجامعة التونسية ومعني الجانب التعليمي والأكاديمي أكثر منه المشاركة يعني في العمل السياسي، ولكن لو كان تمت استشارتهم وإلا المرسوم ما كانش بتلك الصياغة، كان من الممكن أنهم يشاركوا في لجنة الحوار؟ كان من الممكن في اعتقادي لو أنه قال من المختصين في القانون. وقتها دون سوكا ما عادش نحكيو على صفته كعميد او صفته كمدير قسم من القانون العام او القانون الخاص في احدى الكليات، وقتها باش يولي بصفته الشخصيه. راهو نفرقوا بين الصفه الشخصيه كاستاذ جامعي كمختص في القانون كمحامي والصفه التي تمتع بها هذا الاستاذ في اداره تلك المؤسسه التعليميه. وقت اللي انت وقع انتخابك كاستاذ في هذه المؤسسه، تم انتخابك للمسائل الأكاديمية ولإدارة هذه المؤسسة الجامعية. فعندما يقع تعيينك بصفتك المسألة تولي مختلفة. وهذا علاش قلت أنه لو كان المسألة تعلقت ب يعني في المرسوم هذا، لو كان جات المسألة تعلقت بذوي الاختصاص في المادة القانونية، دونسكا وقت اللي باش تتصل بالأشخاص المعنيين أو الأشخاص اللي أنت تراهم ينجموا يكونوا في هذه اللجان، أكيد أنه فما شكون باش يعتذر وفما شكون باش يقبل. وما ينجمش يكون
قبول ان بلوك والا اعتذار ان بلوك. اللي صار اليوم هو ان القينا رواحنا امام امكانيه القبول الجماعي او الرفض الجماعي. كان بطبيعه الحال فما امكانيه أن البعض يقبل، لكن اذا قبل البعض في حين ان اللجنه تتكون من العمداء على خمسة عمداء مثلا قبلوا زوز ولا ثلاثه، هل أن اللجنه باش يكون عندها نفس القيمه القانونيه؟ ما نعتقدش. انا علاش قلت انه التمشي منذ البدايه كان تمشيا مسقطا خاطئا ولا يمكن ان يؤدي الى نتيجه سليمه. استاذ حافظ، طبيعه العمل في الكليات وانتخاب مجالس العلميه ربما تراش اللي هي اللي كانت عائق وراء انه قبول العمداء هذا التعيين، لانه السادة العمداء هم اساسا يعملوا ضمن مجالس علميه وتعرف القرار كيف ياخذ داخل المجالس العلميه، وهذا هو المشكل الاساسي اللي جعل العمداء يرفضوا، ماهوش للمبدا الرفض فقط اما للحفاظ على المجالس العلميه نتاعهم. للحفاظ على المجالس العلميه، للحفاظ على استقلاليه الجامعه، نعم. للحفاظ على مصداقيه المؤسسات الجامعيه انها ما دخلتش في التجاذبات السياسيه. كما قلت لك راهو الاستاذ الجامعي كمواطن هو يبقى في البدايه مواطن وله الحق بالادلاء للادلاء برايه كما يشاء، وله الحق بان يناقش، وله الحق ان يكون ضمن اللجان، وله الحق ان يقع استدعاء من قبل اي مؤسسه لابداء رايه في مساله قانونيه. اما وقت اللي نوليو احنا كان معناتها الدستور هذا او المشروع هذا تم اعداده من قبل كليه الحقوق ممثله في عمدائها، وهذا علاش قلت لك راهو فما مينيمام، يعني فما حد ادنى من الاستقلاليه وحد ادنى من المصداقيه اللي نتصور العمداء. هذا رايي الشخصي بالطبع، نتصور العمداء والعميدات والعمداء حاولوا باش يحافظوا عليه باش تقعد دائما الجامعه بعيدة عن التجاذبات. وراهو من نهار اللي بدات النقاشات حول المسائل القانونيه بعد 2011 على الاقل، خلينا من قبل 2011، راهو دائما وابدا كان للجامعيين دور، يقع استدعائهم في اللجان، يقع استدعائهم في بعض التوضيحات في المسائل القانونيه، في حل بعض الاشكاليات في مستوى فهم النصوص القانونيه، في ترأس بعض اللجان في نطاق اعداد قوانين كما قانون المحكمه الدستوريه. وهذا ما عارض حتى حد ما قال نار على شيء وشيء لانه بصفتهم الشخصيه. وممكن زاد النقطة الأخرى اللي خليت ربما القرار هذا مشترك الاعتذار عن المشاركة في هذا الحوار هو أنه ما تمش التشاور معهم قبل تكليفهم، يعني مؤكد. أي هما مؤكد. يعني تفاجئوا بقرار التكليف مؤكد. وهذا علاش قلت لك هو قرار مسقط في النهاية. أنك أنت تحط الشخص أمام الأمر الواقع، يعني يقع تنصيص على أنه يكون عضوا بصفته عميدا ويلقى روحه أمام الأمر الواقع. فهذا علاش قلت لك فكري راهو الاشكاليه اللي حط النص هذايا حق تسائل في البدايه، هل انه بالفعل ان الناس هذوما اللي تحطوا في اللجنه هذه هل انهم سيقبلون ان يكونوا اعضاء في هذه اللجان؟ وفي صوره رفضهم ما هو الحل؟ خاطر في النهايه وقت نحطوا نصوص قانونيه راهو دائما نحطوا الجزاء نتاع النص. اش معناها الجزاء نتاع النص؟ والعقوبه الجزاء نتاع النص هو الحل للمسألة في صورة يعني الحالة الأولى أو الحالة الثانية في صورة القبول أو الرفض. يعطيك الصحة. دونك هذا النص قال عمداء وقع انتهى. هذا يدل زاد أستاذ حافظ البريقي أنه فما وحدة لدى عمداء وعميدات كلية الحقوق في تونس بصفة عامة. اليوم قاعدين نشوفوا في منظمات فيها انقسامات من المشاركة وإلا عدم المشاركة تقريبا، خاصة في عمادة المحامين. وتو نحكي لك على تو نسألك بعد شوية أستاذ على موقف العميد ومشاركة عمادة المحامين يعني في هذا الحوار. في البداية هذا يدل ساعة لأنه فما وحدة يعني تجمع العمداء الكل متاع كلية الحقوق في تونس، هكا ولا؟ والله شوف باش تقول لي فما وحده، الحقيقه ما نجمش نجاوبك بالرغم من معرفتي باغلب العمداء الشخصيه، ولكن اللي نحب نقوله في النهايه انه على الاقل اتفقوا على حد ادنى. هذاك علاش حسب رايي ما دخلوش في عديد الجزئيات ورفضوا القيام بالتصاريح ورفضوا انه معناتها نتصور انه فما حد ادنى اتفقوا فيه. وهو بطبيعه الحال اعتقد انه حتى البلاغ اللي خرجوه كان بلاغ فيه نوع من الحنكه، باعتبار انه ما قالوش لنا رافضين 25 جويليا ولنا معاه ولنا ضد ولنا حتى شيء، احنا عندنا رانا دور هو دور
المؤسساتي الجامعي. الجامعة هذه نحب نخليها بعيد على التجاذبات السياسية والصراعات السياسية، وهذا علاش احنا نعتذروا، ما قالوش حتى نرفضوا، اعتقد في البيان نتاعهم كلمة اعتذار، والاعتذار بطبيعة الحال هو رأي، هو رفض دبلوماسي. فاعتقد انه ينجموا يتراجعوا أستاذ من رأيك أنت وحسب معرفتك يعني بيهم وبالمجال هذا الكل، ينجموا يتراجعوا لو كان يتم تعديل مثلا النص ولا ما نتصورش. أقول لك علاش ما نتصورش، على خاطر احنا منذ البداية قلنا راهو فيه الموقف هذايا حاولوا من خلاله الدفاع على نوع من المصداقية للمؤسسات الجامعية. إذا كان أنت اليوم تقول لي راني أخذت الموقف هذا في نطاق المحافظة على مصداقية المؤسسة الجامعية، ثم بعد ذلك وبعد إصدار البيان تتراجع وتقول أه نقبل أو نقبل بشروط، إيش معنى هذا؟ إما أنك أنت موقفك لم يكن مبدئي وهذا يعني خور، أو أنك أنت ضغطت عليك، مش كون ضغط ورضخت للضغوطات وهذا أيضا زاد مش معقول. فهنا التراجع في اعتقادي مسألة ليست محل يعني ليست مطروحة، واعتقادي الشخصي أنه هذا الموقف سيكون موقف نهائي، وأنه بطبيعة الحال شنو بش يصير بعد الخطوة هذه أستاذ؟ توقعاتك يعني شنو بش يصير مثلا؟ بش يتم كيفش يتم تعويضهم ولا؟ والله توقعاتي نجموا ينقحوا المرسوم هذا ويخرج فصل وحيد، ينجم يتنقح بفصل وحيد. حقيقة من عش السيد رئيس الجمهورية كيفاش معناتها باش يلقى مخرج لهذه المسألة، ولكن بطبيعة الحال أمام هذا الموقف اللي قلنا موقف رفض دبلوماسي بالاعتذار، أعتقد أنه يجب أن يجد حل. إذا كان مش يلقى حل، الحل سيكون بطبيعة الحال هو في تغيير تركيبة هذه اللجنة، وتغيير تركيبة اللجنة لا يمكن أن يكون إلا بتنقيح المرسوم، أنه استرف المرسوم وما نعرفش بطبيعة الحال وقت رئيس الجمهورية شنو النوايا نتاعو، هل أنه عوضهم جامعيين، هل أنه ونرجع بربي حتى للمسألة هذه راه هل أن الدستور هو من مشمولات عمداء الكليات تاع الحقوق، على فرض أنه باش نستنيروا برأيهم أو باش ناخذوا بخبرتهم أو باش ناخذوا بمعلوماتهم ويكونوا في اللجنة أو البعض منهم في اللجنة. يا أخي الدستور ميهمش الحريات، ميهمش الحقوق، ميهمش أو يقول لك مشاركينهم في رابطة حقوق الإنسان اللي في لجنة الحوار أستاذ؟ لا، يظهر لي الأساتذة الجامعيين في الحقوق الذين نحترمهم ونجلهم ما همش كافيين، لأنه عندنا أساتذة في علم الاجتماع، عندنا أساتذة في الألسنية، راو في الدستور متاع 2014 من بين المساوئ اللي في الدستور متاع 2014 هو أنه النص قد تمت صياغته بطريقة تبعث على التأويل، والتأويل يمكن أن يكون مغايرا من شخص إلى شخص، وهذا مش لازم نذكر به في تأويل مثلا مجلس نواب الشعب وفي تأويل رئيس الحكومة في فترة سابقة وتأويل رئيس الجمهورية، هناك اختلاف تام. ناخذ مثلا وضعية أداء اليمين، عندما اعتبر مجلس نواب الشعب انه منح ثقة الوزراء وان رئيس الجمهورية رفض تحليفهم اليمين، هل يحق له ذلك ام لا؟ رئيس الجمهورية يقول لك انا من حقي بالدستور، والمجلس والحكومة يقول لك لا مش من حقه بالدستور. فهنا صياغة النص القانوني حتى لا تكون فيها نقائص وحتى لا تكون النصوص القانونية ناقصة وتستوجب التأويل، والتأويل دائما راهو فيه قواعد صحيح لكن دائما ما نحيدوا به على أصل النص. هنا بطبيعة الحال ما نتصورش أنه رجال القانون وحدهم قادرين على صياغة النصوص القانونية، وخاصة يبدأ نص بالقيمة نتاع الدستور. سي حافظ، لو طلب من الكليات من يمثلها في بعض المجالات، هل هذا حل من الحلول؟ متنجمش مرة أخرى، متنجمش على خاطر أني توا يجيني مثلا عميد كلية الحقوق بسوسة ولا بجندوبة ولا بصفاقس، نعم، ويقول لك هاي تفضل راك مش تحضر أنت في اللجنة، شنية الصيفة نتاعو؟ وثم أنت تقول لي راني مش نرشحك في اللجنة، ونقول لك داكورد، ومن بعد يمشي اسمي يقولوا لا الاسم ذا مانيش موافقين عليه. فهنا ريت عمليا هو أن مثل هذه اللجان التي تستوجب تعيين بعض الكفاءات يجب الاتفاق حول من هم هؤلاء الكفاءات،
بصفتهم الشخصية لا أكثر ولا أقل. حتى تنجم أنت في نطاق اللجنة تتعين رئيس اللجنة مثلا وتقول له راه يلزم يكون معك خمسة رجال قانون ممن هم مختصون في القانون العام والقانون الخاص، وإلا خمسة رجال شسمو علم اجتماع ولا تاريخ ولا كذا. هو وقتها باش يتفاوض باش يشوف الأسماء والأسماء المقترحة هذيك باش يراجعهم بصفتهم الشخصية، وليس عن طريق عميدهم أو رئيس الجامعة أو رئيس القسم، لأنه ما عنده عليهم حتى سلطة، ما عنده عليهم حتى يعني على الأقل في المسألة هذه. وهما وقت اللي يقبلوا باش ينضموا إلى هذه اللجنة أو باش يرفضوا، وكيف كيف اللجنة مش بتتصل زادة بالناس. الأكيد أنه وقت تبدأ أنت في رئاسة لجنة وإلا في ماكش باش تتصل مع أشخاص تقترحهم يكونوا معك في اللجنة إذا كان أنت ما فهمش الحد الأدنى من الاتفاق والتفاهم حول بعض المسائل. تصور أنت تعين حد في لجنة اللي تعرف اللي هو مش بيخليك تخدم جملة، هل يعقل هذا؟ أنا مش قلت أنه المسألة بقدر ما فيها جانب من المعرفة والمكتسبات العلمية بقدر ما فيها زادة الجانب الذاتي الشخصي. يلزم يكون الشخص ذاك بطبيعة الحال مؤمن بالدستور الذي سيقع، أو على الأقل بفكرة دستور جديد للبلاد التونسية، مقنع مؤمن بأنه 25 جويلية هي حركة يعني أصلحت ما أفسده البعض، مؤمن بأنه يكون فك اللجنة هذيك ويعطي رأي. هذا الكل بطبيعة الحال يكون يلزم يكون أنت موافق عليه في البداية. واضح. أستاذ نختم معك بسؤال بخصوص يعني عميد المحامين، فما مجموعة من المحامين دعاوا الأستاذ بودربيلة إلى الكف عن توريط المحاماة في مشروع الرئيس على حد تعبيرهم، وسيتك أنت محامي ورئيس هيئة المحامين بسوسة سابقا، كيفاش ترى موقف العميد عميد المحامين التونسيين الأستاذ بودربيلة ساعة، واتهامات المحامين يعني كيفاش ترى هذا الانقسام والقراءات المختلفة؟ موقف عميد المحامين كان واضحا منذ البداية، وهو أنه كان من أكبر المساندين ل 25 جويلية. هذا ما يخفى على حد. بصفته الشخصية ولا بصفته في العمادة؟ بصفته الشخصية. هذا أكيد، لأنه راه إحنا في نطاق عمادة المحامين وهيئة المحامين، راه عندنا العميد يمثل الهيئة ولكن هو يلتزم بقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وإذا كانت تكون بالفعل مسألة يعني على غاية من الأهمية يجب الرجوع إلى القرارات في نطاق الجلسة العامة. اليوم الموقف اللي خذاه السيد العميد لم يصدر عن جلسة عامة، وحسب ما نعرف ما صدرش على مجلس الهيئة الوطنية. فالمواقف التي اتخذها العميد، صحيح فما جانب العمادة اللي هو ما تنجمش تفصل العمادة على شخص العميد، ولكن أيضا المواقف اللي خذاها العميد وقال في عدة مناسبات قرأي مواقف شخصية ومواقف ذاتية، وبالتالي يجب على العميد في اعتقادي أن يوضح هذه المسألة بأكثر دقة، وأن يعبر عنها بصريح العبارة، وأن يقول بأن كل ما اتخذه من مواقف في هذا المجال تمثله شخصيا ولا علاقة لها بهيئة المحامين بمجلس الهيئة بطبيعة الحال، ولا تمثل المحامين. والمحامين راه في رأيي منقسمين، هناك من يساند وهناك من هو رافض، ومتاح لهم التعبير، وهذا البيان أو البلاغ من قبيل يعني حرية التعبير. وما نتصورش أنه اليوم باش نجم نقولوا أن المحامين متفقين حول رفض أو حول قبول الإجراءات هذه. هذه مسألة معناتها من نجم يحسمها حتى. ولكن معنا كان ضيفنا قبل شوية الأستاذ إبراهيم بودربيلة، وقال أنه مواقفه تمثل العمادة، وتقريبا في تونس عنا 9000 محامي فقط، بعض الأصوات يقول لك صعيب ياسر أنه من 9000 يكونوا مجمعين الكل على نفس الموقف، ويقول أنه هل الدعوات هذه تصدر على محامين يغلبوا المصالح الحزبية ووجهة النظر متاع الأحزاب متاعهم أكثر من أنهم يمثلوا يعني. نحترم رأيه، ولكن نعاود نأكد مرة أخرى أنه كان تراجع أنت حتى بعض البيانات بقطع نظرة، وهذا رأيي دون أخذ موقفي شخصي مخليه روحي يعني فيما يتعلق بهذه المسألة بالذات، ولكن كيف تراجع حتى يعني البيانات والبلاغات الصادرة عن المجلس وعن بعض المحامين اللي هما أعضاء في مجلس الهيئة مختلفة تماما على هذا الكلام. هذا علاش نقول لك أنه موقف العميد بطبيعة حال أحترمه، إلا أنه الموقف هذا كان يمكن أنه يصدر في بلاغ رسميا عن مجلس الهيئة
إذا ما التجأناش إلى جلسة عامة. وتعرف احنا اللوائح اللي تصدر على الجلسة العامة لأنه اعلى سلطة في المحاماة هي الجلسة العامة، كان ممكن انه يصدر على الجلسة العامة او على الاقل موقف يصدر عن مجلس الهيئة، اجتماع لمجلس الهيئة تصدر فيه جملة من النقاط اللي هي اما مع او ضد او الحياد او عدم المشاركة. هذاك وعلاش ما انعقدش مجلس الهيئة باش يقول انا مثلا ضد، اذا كان هو فما بالاجماع مثلا اصوات اكثر تقول ضد مشاركة العميد؟ والله شوف المواقف داخل مجلس الهيئة شخصيا ما نعرفهاش الحقيقة، خاطر ما تعرف الاجتماعات مغلقة وما دام ما خرجش بيان دونك ما نجمش نعطي رأي في حاجة ما وقعش يعني التصريح بها صراحة. إنما دائما أقول أنه في تقريبا كنت في 3 دورات عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وفي 3 دورات هذه كان كل موقف خاصة المسائل الوطنية أو المسائل التي تهم الحريات أو المسائل التي تهم عموم القطاع، فإنه المواقف لا تكون صادرة عن شخص رئيس المجلس الفرع الجهوي أو عن شخص العميد في المستوى الوطني، وإنما تكون صادرة عن مجلس الهيئة ويمضيها العميد باعتباره ممثلا لمجلس الهيئة أو رئيس الفرع باعتباره ممثلا لمجلس الفرع. واضح. نشكرك برشا الأستاذ حافظ البريقي رئيس هيئة المحامين بسوسة سابقا، مشكور جدا على تدخلك معنا ومدنا بكل هذه التوضيحات وقراءة كانت معمقة في موقف عمداء كلية الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، كذلك تعليقه على ما يحدث في عمادة المحامين من جدل وانقسامات بخصوص ترأس السيد العميد المحامين الأستاذ إبراهيم بودربيلة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ريكاب ميدي. سي حمادي، مهم جدا واحنا في سياق نحكي على مختلف المواقف بخصوص الحوار الوطني واعمال اللجان صلب الهيئه الوطنيه الاستشاريه من اجل جمهوريه جديده، يهمنا وانه نعرفوا وين ماشيه وين تنجم توصل، خاصه في ظل الرفض من عمداء كليه الحقوق من اتحاد الشغل، مواقف مترديه لرابطه حقوق الانسان الى غير ذلك. هذاك علاش معنا بالتليفون السيد عبد اللطيف الحناشي المحلل السياسي. سي عبد اللطيف، مرحبا بك على اذاعه الحياه فم. مرحبا بك، اهلا وسهلا بك وبالساده المستمعين. انا الدكتور عبد اللطيف الحناشي، استاذ التاريخ السياسي المعاصر بالجامعة التونسية ومحلل سياسي. مرحبا سي عبد اللطيف. اهلا وسهلا، يعيشك سي عبد اللطيف. نبدا معك بسؤال بخصوص المواقف اللي قاعدين نتابعوا فيها، يعني اول باول اتحاد الشغل، عمداء الكليات اخر يعني حاجه صارت، كيفاش ترى مصير عمل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة؟ هل يمكن أنها معناها تنطلق في الأشغال وتتوصل إلى نتائج؟ هو في الواقع الآن هذه المواقف اللي تفضلتي بتحديدها جزئيا بطبيعة الحال هي رافضة على أقل شكل الحوار المعتمد اليوم في الندوة الصحفية والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام تونس شغل. يعني هناك رغبة في أن يكون الاتحاد طرف، ولكن ليس بالشكل والطريقة التي تم تحديدها من خلال الأمر الرئاسي عدد 30. بمعنى وهذا أكده أيضا الاتحاد، إذا حصل تغيير جزئي في هذا الأمر يمكن للاتحاد أن يشارك. وإذا رجعنا إلى أدبية الاتحاد بياناته، نقصد الاتحاد يعني هو أول من طرح فكرة الحوار الوطني التشاركي، وإن كان أيضا حدد بدوره بعض الشروط في نوعية المشاركين مع التزامه بطبيعة الحال بعدم الرجوع إلى الوراء. بالنسبة للسادة عمداء الكليات الحقوق وكذلك بعض أساتذة الحقوق، هذا البيان يبدو أنه غير موقع من قبلهم، وإنما يبدو أنه بالهاتف أو أحد الأشكال، وهو في جوهره يعني سليم جدا. ونتمنى نحن على أساس يعني كمواطن نتحدث وكمتابع أن يتم تدارك هذه الأمور بسرعة من قبل رئاسة الجمهورية، لأن غير ذلك لا أعتقد أن الأمر سيسير حسب رغبة رئاسة الجمهورية، والأخطر من كل ذلك يمكن أن تكون له تداعيات سواء داخلية أو خارجية، لأن أيضا تونس عندها ارتباطات وثيقة مع العديد من الدول والعديد من مؤسسات المجتمع الدولي المختلفة التي لها أهمية وتأثيرها كذلك.
أو كذلك الانتخابات، لا أعتقد أنها ستنجح أو ستجد صدى إيجابيا من قبل المواطنين إذا رفض المجتمع المدني والمجتمع السياسي هذه الصيغة التي طرحها السيد رئيس الجمهورية. برأيك أستاذ عبد اللطيف الحناشي، رئيس الجمهورية هل سيتراجع، ربما قد يقوم بتنقيح المرسوم عدد 30، أم أنه الرئيس باش يواصل في نفس المنهج وما هوش باش يقوم بتنقيحات مثلا، فقط سيكتفي بمجموعة من اللقاءات لإقناعهم بضرورة المشاركة، وأنه حتى شيء ما هو حاضر كما قال البارح الأستاذ جمال مسلم لإذاعة الحياة فهم؟ نعم، شوفي، شخصية السيد الرئيس كما عرفناها على الأقل منذ توليه السلطة فيها نوع من ما بين ظفرين العناد، بمعنى قد لا يتراجع عن مواقفه. وأذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين رجع قال يرجو منه التراجع، وقال من شيء من الكبار أن يراجع الإنسان مواقفه إلى غير ذلك، وهذه مصلحة شعب، مصلحة الدولة. وأعتقد أن العناد في السياسة لا يؤدي إلى نتائج إيجابية، بل ستكون له انعكاسات سلبية على المجتمع التونسي وعلى الدولة التونسية ككل. ولذلك نحن نقول ربما يعني من خلال الضغوطات ما بين ظفرين اللي هي إيجابية التي نراها الآن من قبل المجتمع السياسي والمجتمع المدني، قد أقول تؤدي إلى إيجاد مخارج ترضي الطرفين، وهذا أعتقد لا يعتبر تراجعا، وإنما الإنسان كما يقال خطاء بطبعه، ويمكن للإنسان ونحن في العلوم على الأقل الاجتماعية والإنسانية نقول كلنا نتعلم من التجارب ونتعلم ونخطئ، قد نخطئ، ولكن قيمة العلم والمعرفة والسياسة كذلك أن يتدارك الإنسان ما بين ظفرين خطأه أو موقفه لصالح الجميع والجمع، وأقصد هنا الوطن بشكل عام. دكتور عبد اللطيف، تراس أن هذا الاختلاف مهم وإيجابي على سير عمل اللجان، يعطينا صورة أنه مش يكون هناك سك على بياض، أنه مش يكون هناك نقاشات جادة، لأنه الاختلاف هو اللي يخلق ربما مخرجات تكون أفضل، وأن هذه الاختلافات بسيطة ويمكن فضها في النهاية، لأن الاتحاد لا يطلب الكثير، وحتى رابطة حقوق الإنسان لا تطلب الكثير. فما رأيك دكتور؟ لا، ما تفضلت به سليم وسليم جدا، لأن الاختلاف هو الذي يقدم الشعوب ويقدم العلم والنظريات إلى غير ذلك. وكما تفضلت أيضا الاختلافات اللي موجودة ليست عميقة ويمكن تجاوزها يعني مواقف أو بتغيير هذا الجزئي، ولا أقول كامل الأمر الرئاسي عدد 30، وكما تفضلت يمكن أن تساعد على تعميق النقاشات وتطوير حتى المادة التي يمكن أن يقع التوافق عليها، والتوافق هنا من خلال النقاش ومن خلال الحوار وليس بفرضي. هذه النقطة الأساسية. النقطة الثانية، يعني حتى الأطراف التي ذكرتها الاتحاد والرابطة هم مؤسسات يعرفون ما معنى التحضير للحوار، ويمكن أن يتم الانطلاق من ورقة، يمكن أن ينطلق من ورقة تحضيرية قابلة للتطوير من خلال الحوار والنقاش. وكما يعني أكيد أنت أيضا ابن منظمات وتعرف يعني في المؤتمرات وفي كذا دائما هناك أوراق يتم تحضيرها للنقاش والتطوير إلى غير ذلك. وأعتقد أن الاتحاد كما تفضلت أو حتى الرابطة ما همش طالبين المستحيل، هم وموضوعيا هناك التقاء بين الرئاسة وبين هاتان المنظمتين أو حتى أكثر من هذه المنظمات، بل حتى الأطراف السياسية الأخرى التي قابلة أو
الرافضة للرجوع ما قبل 25 جويلية. دكتور عبد اللطيف الحناشي، طبعا عمل الوقت هو مهم جدا، يعني توه على خاطر من هوني 20 جوان لازم يتم الانتهاء من الأشغال، في المقابل ما زلت ما انطلقتش أصلا الاجتماعات والأشغال، وما زال بصدد إقناع كل الأطراف باش تشارك في هذية، ما ترش لهذا باش يخلينا نمشيو في ورقات مستعجلة بخصوص الدستور وإلا الإصلاحات المرجوة سياسيا واقتصاديا وغيره؟ فعلا الوقت ضاغط وضاغط وضاغط جدا، إلى درجة أن رئيس الهيئة العليا المستقلة المستحد الجديدة قال لربما يمكن أن نغير الرزنامة من أجل تحقيق ما نرغب في تحقيقه. هذا الأمر بطبيعة الحال أعتقد ممكن إذا اجتمع الجميع وقرروا ذلك برضا بطبيعة الحال رئاسة الجمهورية، هذا من ناحية، ولكن من ناحية أخرى أعتقد أن هناك الوطنية الناس هؤلاء تستدعي منهم لربما العمل بسرعة من أجل إنجاز ما يمكن إنجازه. يعني يمكن المسألة ليست بالمستحيلة أن يكون هناك عمل متواصل وبشكل يعني عميق أيضا، مش على خطر نسرع من أجل أن ننجل، أن تكون البناء على أسس صحيحة من خلال نقاش وحوار غير بيزنطي. لا، هناك مسائل أساسية أعتقد أن الأغلب المساندين ل 25 جويلية متفقين حولها، القضايا السياسية وقضايا الدستور والقضايا الاجتماعية والاقتصادية فقط، هذا يتطلب. إذا كانت هناك إرادة في التراجع والتنازل من ضمن ظفرين أو مراجعة الأمر 30، فأعتقد أن هذه الأطراف عندها استعداد أقول ذلك لأن يعني ناس وطنيين وناس يحبوا يتجاوزوا هذه الأزمة المركبة، أعتقد أن باستطاعتهم ذلك. تبقى المواعيد، يعني هل يمكن مراجعتها؟ يعني ممكن، نعم، لأن قبل قليل كنت أتحدث مع وسيلة إعلام أخرى قلت أن 25 جويلية يعني يوم سيكون ربما شديد الحرارة وإقبال الناس يعني غير مشجع، الطقس وظروف الصيف وإلى غير ذلك، لربما لا يكون مشجع على مشاركة الناس في هذه. وهذا رأي هيئة الانتخابات راو دكتور حناشي، حتى هيئة الانتخابات يعني قدمت مقترح للرئيس باش ربما يتم التراجع على 25 جويلية، ولكن الرئيس مصر يعني حتى في خطاباته على هذا. باهي دكتور حناشي، البارح الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الناطق الرسمي سيد سامي الطاهري كان قال احنا في الاتحاد لسنا مستشارين لدى رئيس الجمهورية، كيفاش ينجم اليوم في ظل هالخلافات اللي صايرة اليوم، كيفاش ينجم سيد رئيس الجمهورية انه يقنع بقية الاطراف وكل الاطراف انه مثلا باش يكونوا يخدموا بكل استقلالية ومش باش يتدخل في النتائج متاع العمل متاعهم ولا توجهاته، خاصة وانه حاط جملة من الشروط مثلا الضيوف اللي باش يستدعاهم لازم يكون بموافقة رئيس اللجنة وبعض الشروط الأخرى. يعني هو حسب التصريحات الذين زاروا السيد رئيس الجمهورية قبل يعني يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، وحسب التصريحات بتاعهم أن الرئيس لديه مرونة لسماع الآخرين وعدم التدخل مباشرة في هذه الأمور، هذا صرحوا به المساندين على الأقل لفكرة الرئيس أو اطروحاته أو توجهه. ولكن المشكلة هنا أن كل شيء هو استشاري، هذه المسألة هذا الاستشارية اللي يرفضها الاتحاد، يعني الاتحاد كمنظمة وازنة اجتماعيا ووطنيا كذلك على خلفية تاريخه وعلى خلفية مواقفه على الأقل بعد الثورة ودوره في الحوار الوطني 2013 إلى غير ذلك، يعني كان من المفروض أن يعطي قيمة لهذه المنظمة كما المنظمات الأخرى وكما الأحزاب على الأقل الوازنة. عدم يعني أعتقد عملية الإلغاء حد ذاتها لا تستند لمرجعية أن شئنا ثابتة ومقنعة بشكل مطلق، وهذا ما أدى إلى توسع أو توسيع
جبهتا المعارضة للرئيس كشخص وكذلك لمشاريعه التي بدأت في الواقع بعد 25 طيب دكتور الحناشي، أنت قلت أن رئيس الجمهورية تعهد بعدم التدخل مباشرة، يعني هذا ما يعني أنه سيتدخل بطريقة غير مباشرة عن طريق رئيس اللجنة، وماذا لو حدث خلاف أو حصل خلاف في النقاشات مثلا على أي حاجة، على النظام السياسي في البلاد، على آلية الانتخاب، على الأفراد ما كانتش معناها فما توافقات في اللجنة هذه، فبالتالي الرئيس سيتدخل عن طريق رئيس اللجنة وبالتالي باش تصير صدامات وخلافات وقتها. نعم، هو ما قلته منسوب لمن زار السيد الرئيس سواء أحزاب أو منظمات المجتمع المدني، تصريحاتهم كانت بهذا الاتجاه. لكن ما تفضلت به أيضا قد يحدث، ويحدث في كل يعني لقاءات ما بين أطراف لا أقول متناقضة ولكن عندها اختلافات، يعني في اي يعني شفناه في حتى في اعداد الدستور في البرلمان في نفس الحزب، في اي حزب في حد ذاته او منظمه تصير خلافات، لكن ما هي الوسائل التي يمكن او الاليه التي يمكن معالجه هذه الخلافات او الاختلافات واعتمادها، هي التي يمكن ان تقلص او تحجم حجم هذه الاختلافات. المشكله هنا انعدام الثقة بين هذه الأطراف السياسية أولا فيما بينها، وثانيا هي وكذلك يبدو انعدام الثقة في الرئيس رئيس الجمهورية، وهذا أعتقد النقطة الأساسية التي انسادت وإن كانت موجودة ودخل الناس للحوار ولا كذا بهذه العقلية بطبيعة الحال سيتأخر إنجاز كل ما يمكن إنجازه. وإن تأخر دكتور وإلا ما نحبش أقول كلمة فشل، يعني إن لم يحدث اتفاق يعني في الأعمال سواء شاركت بقية الأطراف مثلا اتحاد شغل التحق ولا ما التحقش، وإلا حتى إذا التحق صارت خلافات من هذا النوع، شنو تداعياته وشنو تأثيراته على تونس وعلى الوضع السياسي يعني والاستقرار السياسي في البلاد؟ هو احنا تو نعيش في ازمه مركبه اقتصاديه اجتماعيه سياسيه يعني وكذلك قيميه، وهذه المساله ايضا المهمه في بالاساس. اعتقد عدم الوصول الى نتائج ايجابيه ومخرجات يمكن ان تكون في الحد الادنى لديها القابليه المقبوليه لدى هذه الاطراف يعني ستفشل. بمعنى ما معناها ستفشل؟ قد يشارك المواطنين في هذه العملية ولكن ستكون نسبة المشاركة ضعيفة، وتفقد بالتالي نتائج مصداقية في الداخل وكذلك في الخارج، وبالتالي المشروع لن يكون حليفه النجاح، بمعنى ستخلق من جديد، وهذا ايضا عبرت عنه، نحن بصدد يعني اللي حادث الان هو سيولد ازمات جديده ولكن خطوره من الازمات التي نعيشها الان. ولكن دكتور من خلال متابعتنا لتصريحات رئيس الجمهوريه وخطاباته فانه هو سيعترف بنتائج الاستفتاء ايا كانت نسبه المشاركه، يعني هذا الأمر يعني محمود، ولكن نحن لدينا كذلك نموذج في الاستشارة التي كان الإقبال عليها يعني محدود جدا، فهل ويعتبرها ناجحة سيد رئيس الجمهورية؟ لا هو يعتبرها ناجحة، ولكن ما هو زاد سيعتبر أنه نتائج الاستفتاء يعني لا نعتبرها شخصيا على الأقل لا نعتبرها ناجحة، إذا كان الرئيس الجمهورية قد تم انتخابه من قبل أكثر من 1.5 مليون من المواطنين وإلى الآن لديه قطاعات مهمة مساندة لي وكذلك سبر الآراء تضعه دائما في الأول ولا يوجد إقبال على مشروعه من خلال المشاركة في هذه الاستشارة الوحدة الاستشارية، أو ربما عندنا حتى ضمانات بأن سيكون الإقبال الشديد في الانتخابات أو في الانتخابات أو في شو اسمه الاخرى الاستفتاء
الاستفتاء. يعني لا توجد أي مؤشرات على علاش، لأن الاتحاد كمنظمة كما قلت وازنة ولديها امتدادات جغرافية وكذلك اجتماعية، والأحزاب بقية الأحزاب على الأقل نقول أربع أحزاب عندها وزن وعندها تمثيلية في تونس وهي رافضة، على الأقل منها الثلاثة اللي هم رافضين تماما هذه الأطروحات، فكيف يمكن أن تنجح مثل هذه العملية؟ واضح. الدكتور عبد اللطيف الحنيشي أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والمحلل السياسي، مشكور جدا على تدخلك معنا، بارك الله فيك على المشاركة معنا على إذاعة الحيتف. ما زلنا احنا مواصلين غيكاب ميدي من توا حتى لساعتين. هات ايدي في ايدك، هات شايلة الدنيا مفاجآت بتبل. غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، غيكاب ميدي، غيكاب ميدي. احنا مواصلين معكم على إذاعة الحيتف من توا حتى لساعتين في غيكاب ميدي. ماضي ساعة وثلاثة واربعين دقيقة، وصلنا للجزء الأخير من ريكابنا لليوم. نحكي سي حمادي على بيان مشترك أصدروه السادة رؤساء سابقين للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعبروا على وأعضاء أيضا أي يعبروا على استيائهم من الوضعية الحالية داخل الهيئة، وهذا تقريبا في علاقة بما يحدث من خيارات للهيئة ورئيس رابطة حقوق الإنسان عفوا السيد جمال مسلم. هذيك علاش معنا بالتليفون الحقوقي السيد مسعود الرمضاني. سي مسعود الرمضاني مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. مرحبا بك ومرحبا بضيفك ومرحبا بمستمعيك. مرحبا سي مسعود، شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. نرجع معك سي مسعود على البيان اللي صدر هذايا بصفة مشتركة، علاش فما استياء من قبلكم على الأوضاع في رابطة حقوق الإنسان في الوقت الحالي؟ يعني خليني يعني اولا نشكرك على الدعوه، وخليني يعني ربما سوء فهم يعني دخلت كثير من المرات اليوم مع صحفيين. هو اول حاجه هو انهم هذوما في اغلبهم اصدقائنا وعشنا مع بعضنا فتره القمع وواجهنا مع بعضنا القمع، و يعني عندنا علاقه طيبه بهم. اثنين، الحاجه الثانيه هو انه بالنسبه لنا اللي سمى ثلاثة مآخذ رئيسية. المأخذ الأول هو في علاقة ببعض التجاوزات اللي وقعت واللي الرابطة ما كانتش عندها موقف واضح فيها، وهذا نعتبروه يخل بمبدأ الأساسي للرابطة وبتاريخها. المبدأ الأساسي هو كونية حقوق الإنسان يعني والدفاع عن كل الأشخاص مهما كانت تصوراتهم ومبادئهم ورؤاهم، هذا تاريخيا موجود. وزيدا كذلك أن الرابطة عندها تاريخ يعني أن كل الأطراف يعني دافعت عليها دفاع من منطلق إنساني بحت. المأخذ الثاني هو يعني طبيعة الحوار. احنا يعني مش ضد الحوار، احنا مع الحوار ونحبوا الحوار، لأنه احنا أنا كنت رئيس يعني نائب رئيس في وقت 2013 وقت اللي كان الحوار الوطني، وكنت شاهد على كثير من الأحداث اللي وقعت على صبر يعني والهيئة المديرة وعلى زاد كذلك الأطراف الاجتماعية الموجودة، الاتحاد العام التونسي للشغل، الصناعة والتجارة، المحامين، وكانوا كل الأطراف هذه موجودة. وكانت الشروط الأساسية للحوار هو تواجد الأطراف السياسية اللي موجودة باش يكون الحوار يعني الأطراف، مش معناها أنه نتفق معهم في الرؤى، لكن خرجنا على الأقل بشيء مهم تحسن أثره على جائزة نوبل، وهو أنه الحوار كان وطني ومنع البلاد من فترة كانت تصعيبة بعد اغتيالات سياسية وبعد اغتيالات أمنيين وجنود إلى آخره. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هو أنه نحبه إذا كان الرابطة تحب تلعب دور وطني، وهذا مهم لأنه تاريخ يخول لها باش تلعب الدور هذا، لأنه وقح يخليها، لأنه زاد كذلك أنها كانت مؤسسة وطنية لكل الأطراف، مش للهيئة المديرة ولا الفروع ولا لقدماء الرابطة. مكسب تونسي تعرفوا أن الرابطة تأسست في عام 1977 وقت ما كانتش حتى في أفريقيا حتى منظمة حقوقية يعني مستقلة. يعني هذا مهم.
أنه اليوم كنا نتمنى أنه الاتحاد العام التونسي للشغل اللي هو طرف مهم أنه يقع تنسيق مثل ما وقع الاتحاد تنسيق معنا في 2013، وكانت من الشروط الأساسية لوضعها الاتحاد العام التونسي للشغل في الوقت ذاك تشريك رابط حقوق الإنسان، مش على خاطر أحنا معنا أصدقاء، على خاطر نحن دور الرابطة، لأنه دور الرابطة، لأنه البعد الحقوقي للحوار، لأنه الحوار عنده بعد سياسي، عنده بعد حقوقي، عنده بعد اقتصادي واجتماعي، عنده الأبعاد هذه الكل. أنه اليوم تدخل في حوار دون طرف مهم، هذا زاد كذلك يستنقص من الحوار ويخلي الحوار مآله ربما ما يؤديش للنتائج اللي نحبوها نحن. النتائج اللي هي أنه الناس كل تقتنع أنه اليوم نحن في حاجة البلادية أنها تخرج من المآزق الموجودة فيها، واللي هي مآزق خطيرة، مآزق سياسي، مآزق اقتصادي، مآزق اجتماعي، يعني طريق مسدود على كل المستويات، علاقتنا بالخارج علاقة يعني ربما زاد كذلك التسوق بشكل يعني كبير ياسر، بعد اللي كان في وقت ما كانوا يحترمون على تاريخنا وعلى الشيء اللي عملناه في 14 جون في 2011 إلى آخره، اليوم أصبحنا وكأننا منفردين نحن وحدنا. واضح سي مسعود رمضاني، في البيان زاد المشترك اللي صدر عبرتوا على مساندتكم للاتحاد العام التونسي للشغل وقرر الهيئة الإدارية متاعو انه ما تدخلش في حوار شكلي، هذا ضمنيا نفهمه منه وكأنه فما لوم على السيد جمال مسلم رئيس الرابطة الحالي، هل توجهوا له دعوة للسيد جمال مسلم انه يراجع موقفه من المشاركة في الحوار هذا؟ هو يعني باش خلينا نقول بلا ما نضعش سر انه جمال انا شخصيا صديقي، معناها صديقي اللي كنا، هو كان رئيس فرع سوسة وانا كنت رئيس فرع القيروان، ثم بعد اتت صداقتنا. لا ما عنديش لوم خاص في جمال، في جمال هو موجود في هيئة مديرة. اللوم ما نريده ان يقع هو ان الرابطة تراجع موقفها وتفرض شروط حوار حقيقي اللي يخرج البلاد من الوضع الحالي، واللي يحترم زاد كذلك يعني تاريخ الرابطة في استقلاليتها، في موقفها الوطني، في موقفها للدفاع على كل الأطراف، في موقفها أنها ترسي حقيقة يعني حوار بين الأطراف مهما كانت الأطراف الموجودة، وأنها تضغط مش فقط معناها تدخل الحوار، تضغط في اتجاه انه يقع حوار حقيقي مهما كان الطرف، سواء كان رئيس الجمهورية، سواء كانت الحكومة، سواء كان الاتحاد، سواء كان اي طرف، انه لابد حتى كان الاتحاد اليوم دعاه الى حوار يعني احادي، احنا مش نقولوا له لا سمحنا راه مش هذا الحوار. دونك ان الرابطة ترجع الى موقفها الهدي، وهذا مش غريب، يعني الشجاعة نفسها هي انها تقرا الحسابات الكل، وان تقول اليوم وهذا مش الجمال فقط، هذه الهيئة المديرة، أن الهيئة المديرة بصفة عامة تراجع موقفها، تقرأ حتى الفروع شنو رأيهم الكل في المواقفية، ترجع لقدم. عفوا اسمي عليك سي مسعود. سي مسعود مازلت معنا؟ مازلت معك. اي سي مسعود، الرابطة قدمت بعض الشروط وبعض الاحترازات في في الجلسة متاعنا لحد، ونفس الشيء تقريبا الاتحاد، يعني ما ثمش تباعد ما بين الاتحاد والرابطة، فما رأيك؟ لا لا يعني ثم تباعد، يعني يعني الاحترازات قدمتها الرابطة احترازات محدودة، يعني لكن بيان الهيئة المديرة، بيان الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل واضح في أنه مش فقط احترازات شكلية ولا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا الدخول في موقع كذا ولا أن ندخل في دور كذا، لا، الاتحاد يحب حوار حقيقي، هذا اللي فهمنا منه، هذا الموجود في بيان الهيئة المديرة، أنه يعني فيه الأطراف الاجتماعية وفيه الأطراف الحقوقية وفيه الأطراف السياسية، وهذا عبر عليه حتى لمن العام من قبل في عديد المرات، ولو أنه الاتحاد يكون عنده يعني احترازات محدودة وما يكونش دعوته للحوار يعني دعوة شاملة
رانا نقلنا حتى الاتحاد لانه الاتحاد مش فوق النقد ذلك. به سي مسعود، هل احترازات هذوما على رابطة حقوق الإنسان ومواقفها الحالية خاصة من الحوار الوطني؟ نرجع شوية على تصريحات السيد جمال مسلم البارحة على إذاعة الحياة فهم، ديكو خرج من قصر قرطاج بعد ما تقابل مع الرئيس، قال وأنه الرئيس أعلمه أنه ما فما حتى شيء حاضر، ما هوش صحيح باش يكون المشاركة شكلية وصورية، هذا ما يقنعكمش كرؤساء سابقين وأعضاء سابقين في رابطة حقوق الإنسان، ربما ما يبررش مشاركة الرابطة في هذا الحوار؟ والله توبيه بين تصريحات سابقة للسيد الرئيس اللي هو يقول أنه لا حوار مع أطراف يعتبرهم هم فاسدين إلى آخره، والأطراف اللي صراحة مازلنا ما نعرفهمش شكونهم بالضبط. والبارح سي جميل قال أربع أحزاب عنده عليهم احتراز السيد رئيس الجمهورية. هذا تو هذا بيت القصيد. أولا ساعة أنا صديقي جمال نقول له مش هو مكلف باش يعطي رأي الرئيس، الرئيس يعبر على رأيه وحده، نحبه رأيه هو كشخص شنو قال للرئيس وشنو يحب، هذا بالنسبة لنا مهم لأنه الرئيس عنده كثير من الوسائل والطرق باش يعبر عليها على رأيه، عنده السيت متاعه، عنده التلفزة، عنده التدخلات اليومية، نجم يعبر على موقفه بالطريقة اللي راه نحبه موقف الرابطة لأنه هو مش ناطق باسم أي طرف، هو ناطق باسم الرابطة فقط. الحاجة الثانية هو بالتصريح لو أنت ثبتتي يعني أنه يقول لك أنه عنده على أربعة أطراف، ليه عليش الأطراف دي؟ شو اللي يعتبرها مسؤولة على العشرية السوداء كما يقول السيد رئيس الجمهورية؟ من الأطراف المسؤولة على العشرية السوداء مازلنا ما نعرفوش شكونهم. اثنين، ما الأحزاب اللي موجودة إلى حد الذكرية اللي هبط اللي ما فماش أحزاب معناها مش تشارك وأحزاب أخرى لا، فماش، فما غموض حتى اللي مش يشارك مش بصيرته الحزبية. فإحنا بالنسبة لنا هذا الغموض ما يساهمش في خلق جو باهي متاع حوار. إحنا نحبوا الوضوح، نحبوا اليوم يعني سي مسعود من وجهة نظرك لازم يتم تشريك كل الأطراف على كل الاختلافات مهما كانت الاختلافات، خلي الأطراف كلها تشارك. الأطراف الفاعلة اليوم السياسية موجودة يلزمها تشارك، ولا الطرف اللي نقوله راه هو فاسد ولا هو داخل البيت خلينا نشوفوا له محاكمة بالحق. هذا هو تو نحن ما عندناش سلطة مركزية تقرر كل شيء، عندنا قضايا يقرر حال. إذا كان ثم طرف فاسد استعمل الدولة أو ارتكب تجاوزات أو أي حاجة فما قضاء، معناها نقول واحد ثم قضاء. احنا لو احنا توان ربما اللي ما تعرفوش الناس انه في وقت بن علي وقت اللي كان قضاء طيع جدا كنا نتوجه نحن كي تقلنا مشكلة حتى مع الأهل ولا تقلنا أي إشكالية نتوجه للقضاء. أنا بيدي توجهت للقضاء في وقت ما لأنه ملاحقة بوليسية استمرت عميم، وجهت للقضاء ما عنديش حتى خيار آخر يعني أنا مش على خاطر القضاء مستقل ولا مش مستقل، خاطر ما عنديش شيء آخر، ما عنديش طرف آخر توجهله. واثنين، أنا مش كل القضاة فاسدين وكل القضاة بهم وعليهم وكل الهياكل، أنا من لا أنا ما عنديش التصور ذي حتى وقت زمن تطوير كان هناك قضاة شجاع وقاضيات شجعان اللي عبروا على موقفهم واللي قالوا لا للدكتاتورية واللي قالوا لا للإملاءات إلى آخره. فاليوم أي طرف عنده إشكالية مع أي طرف آخر يقدم ملف. اليوم النيابة العمومية تنجم تقبل من السيد الرئيس كما تنجم تقبل من أي جاء طرف كان ويتاقى متابعة القضية. هذا هو واضح. سيد مسعود رمضاني الحقوقي نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان سابقا، مشكور جدا على تدخلك معنا على إذاعة الحياة فهم، بارك الله فيك. كنكون وصلنا لختام ريكاب ميدي لليوم، نشكرك برشا سي حمادي البقلوطي الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، نشكر أمنا بوخيت في الإخراج التقني، زيد أحمد المخلوفي أذن سيف، بول عريس في الديجيتال، تحية الأنس الهمامي في ستوندار، كنت معكم سهام حمدي من السنهار حتى التوا في ريكاب ميدي، نتقابل غدوة إن شاء الله في ريكاب جديدة في لمن. ريكاب ميدي، ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فهم.